كشر من 20 عام وحنا ساكنين هنا، احنا ما عندناش باش نكريو، لكنين الناس هنا اللي ما عندهم الشعشه ديال الليله. وين غايمشي مين يعطي راسه؟ وليداتو تيقراو، تتو بالحاله هكا قالت لك انا، كل شهر عنده دواء. وانت هذيك تشوف هذه الحاله اللي عايشين فيها كي دايره، احنا ما كرهناش ما نتحولوش ونستافدوا ولا شي حاجه، حتى واحد ما كره يغير هذه العيشه اللي فيها جوج متر وهنا اربعه الناس كينعسوا هنا ولا خمسه الناس. ما كاين لا مدرسه، ما كاين لا سبيطار، ما كاين لا كوميساريه. ما عندكش شي ضمان انك عاد شي عاد تلقى ديك البقعه بسميتك. كيقول لك استفاده، هذه راه ماشي استفاده، هذه بحد ذاتها راه انتقام. انا ما عندي ولدي فين يمشي، بغيت تدمعوا علينا فين ما كنت تدمعوا علينا فين. راه بزاف هادشي كثر من الحضره داروا لنا في هذه البلاد حنا هنا. انت اخويا كتشوف هاد الحاله اللي عايشين فيها هنايا، ما بين نهار 24 ساعه كيقول لك نوض تمشي لمحل اخر عاوتاني كيبعدوك على البلاصه ديالك. ما كرهناش ما نتحولوش ونستافدوا ولا شي حاجه، حتى واحد ما كره يغير هاد العيشه اللي فيها جوج متر وهنا اربعه الناس كينعسوا هنا ولا خمسه الناس. كنعس في هاد البيت هذا كاملين مجموعين في هاد الضيقه هذه، باش كيجي ما كيدير معاك لا تسهيلات لا شي حاجه، ما كيعطيكش انك عاد تمشي مستافد ولا شي حاجه مضمونه، عاد تمشي من غدا عدة بنات كيقول لك تخرج تكري، خاصك باش تكري باش تاكل باش تعيش، بحال من حاجه الدعوه ما عندناش كاع باش نكريو حنا في هاد البلاد هذه، بنادم ما خدامش، كنا كان خدام ما عندوش شي صالير مثلا ولا شي حاجه، هاني مثلا مشى كرا راه ماشي مشكل، انت ما كاري ما شي حاجه، غاتنوض غادي يصيفطوك لواحد البلاد بعيده هذيك مين، ما عندكش شي ضمان انك عاد تمشي عاد تلقى ديك البقعه بسميتك، كاين شي ضمانه بشي قاعد مسينيه غتوصل تلقى مجهزه، خاصك تسينا عامين وانت كاري في الخلا، خاصك تخدم على الكرا، تخدم باش تاكل، تخدم باش تعيش، دراري كيقراو شحال من حاجه، راه بزاف هادشي كثر من الحضره داروا لنا في هاد البلاد حنا هنا. حنا مساكنه ديال الحاله اللي عايشه كثر من 20 عام وحنا ساكنين هنايا، بغاو يهزونا من وسط حضاري ورمونا في بولقنادر، وحنا يجي يقول لك هنا كانت شي بقعه مجهزه فين نمشيو، راه نمشيو ما كاينش مشكل، ولكن كيقول لك غتمشي تكري المده ديال عامين، وحنا ما عندناش باش نكريو، ولكن الناس هنايا اللي ما عندهم الشعشه ديال الليله، المده ديال عامين ما عندش بنادم باش يكري، كانوا بقع مجهزه نمشيو، كيقول لك استفاده، هذه راه ماشي استفاده، هذه بحد ذاتها راه انتقام، باش تهز بنادم من وسط حضاري وتلوحوا في وسط قراوي راه ماشي استفاده، لكانوا غادي يديونا يعذبونا تما. اللهم يخليونا هنايا، مازال قادرين 20 عام ولا 30 عام وحده اخرى ديال العاده. الساكنه ديال تابريك اللي عطاهم بغينا حتى حنا يعطيونا، عطاهم سيدي عبد الله يعطيونا في سيدي عبد الله، ما يلوحوناش حنا البقنادل. حنا عندنا وليداتنا باقا صغار ما فينا ما نمشيو نتكرفسوا ولا شي حاجه. حنا ما قادينش على الكرا. ولا غنمشيو نخلصوا واحد القدر باش غنبنيو، حنا عندنا شي دراسه باش غنبنيو. وحنا العرس نتقاتلوها مع القوت ديالنا. كنتقاتلو حنا وغايدي كي قال السيد ما كاين لا مدرسه، ما كاين لا سبيطار، ما كاين لا كوميساريه، ما كاين لا حمام، وبزاف الاشياء يعني راه ديك البقعه كاينه تما، راه تما فين غتسكنوا؟ كي دايره؟ ها حمريه. وفين غيديونا هنا فين؟ وصافي خليونا خويا هاد العذاب اللي معذبين هنا، صافي خليونا حنا معذبين هنا، نزيدو نكملوا على العذاب ديالنا. إلا كانوا غيرضيونا مرحبا، ما كانوش غيرضيونا غيخليونا خويا هنايا، بارك والسلام عليكم. الساكنة ديال حي لالا عيشة ديال تابريكس، حي لالا عيشة تابريكس، مجموعين على محسوبين على تابريكس. حنا الناس، حنا الناس عطاو لصحاب الديبو تابريكس، عطاوهم سيدي عبد المنعم سيدي عبد الله، حتى حنا كنطالبوا عطيونا في ذاك البلاصه، وين حنا الناس مأزمين ما عندهمش الامكانيات باش يكريو عامين بزاف ما عندهمش، الناس يلاه مقادين مع المعيشه ديالهم، عندهم الوليدات، عندهم المصاريف ديالهم، ما عندهمش باش يكريو، كنطالبوهم تيوجدوا لنا البلانات ديالنا، قادوا لنا الامور ديالنا، بنادم غيأدي داك الشيء اللي طلبوا ليه وعاد نرحلوا، ما يمكنش حنا دابا نخلصوا غير قالك تخلصوا دوك اللي المصاريف اللي قالوا لنا ريبوا لنا. حنا الكرا، حنا الكرا ما عندناش، الكرا ما عندناش، الكرا ما كاينش، يوجدوا لنا الوريقات ديالنا وديك الساعه يعطيونا يسلموا لنا البلان ديالنا نمشيو نبنيو يريبوا السكنات ديالهم، حنا ما رحلناش، ما حنا ما عندهمش الناس باش يكريو. بنادم دابا كيخمم لهذا الشيء المشاكل، البلان اللي غيعطيوهم باش يبنيو باش يتكافاو معاه، تزيد الكرا والمصروف تاع الاولاد ما عندناش، غير شوفوا كيديروا معانا، الناس راه مأزمين بزاف وهم عند واحد بواحد ويشوفوا شي واحد فيه موظف، ما كاين حتى شي واحد اخويا موظف هنا، كيفاش بنادم غادي يكري؟ واش غادي يكري اخويا عامين؟ الله يهديك واش عامين؟ انت يسيروا معايا عامين،
زائد هو يمشي يكري، فين هي المدرسة؟ فين هو المصروف ديال الدار؟ ويلا هذيك الفلوس ديال الكرا، ها هو الكرا دابا غلا، يلا فلوس الكرا ماش واش غادي يخلص به هو غادي يجمع؟ ما غادي يجمع حتى ريال، يلا فلوس الكرا، فلوس ديال ما ياكلوا، حيت بنادم راه ما بغاش يفهموا هادشي، يدخلوا عند الدار بدار ياك قال لك باغينا البلان ديال عامين وعاد نعطيوكم، ويدخلوا بدار بدار ويشوفوا شي واحد موظف. واش شي واحد خدام شي خدمه مزيانه؟ راه حتى شي واحد يلا بنادم كيجيب 400 ديال العشيه ولا يجيب ما ياكل، هادو راه غير كيتيزدقوا يدخلوا عند الناس ويشوفوا فين عايشين، راه صافي ماشي حيت الماء والضو هنايا صافي فابو راه حنا بخير. لا بنادم ما كاينش، راه حشومه، كاين اللي خدام غير واحد وكاين اللي ما خدامش وحق الله. انا كنشوف حالتي كي دايره ولدي ما عندوش الصحه، نهار خدام ويوم قاعد، ولادو تابع واحد 6 ساعات ولا ينفوت وما عندوش المحل، عنده عم المحل سماحه كله، فين غايمشي؟ فين يعطي راسو؟ وليداتو تيقراو، كدير وليداتو؟ فين يكري ليهم؟ فين هما يرا؟ والكرا ما كاينش وكل شيء غالي، تشوف الحالة قال لك كل شهر عنده دواء، كل شهر غادي يبيع للسبيطار، أنا ما عندي ولدي فين يمشي؟ بغيتو تدمعوا علينا فما كير دمعوا علينا فما. باش تهز بنادم من وسط حضاري وتلوحوا في وسط قراوي راه ماشي استفادة، لكن غادي يديوني يعذبونا تما؟ اللهم يخليونا هنايا، مازال قادرين انا 20 عام ولا 30 عام وحده اخرى ديال العاده. بلايصنا راه احسن لينا كما قالت المراه من ورا. لا ما كاين لا اختيارات لا والو، جاو حصاونا كتبوا النماري في البرارك، داز يومين جا عندنا المقدم والقايد قال لك غادي تمشيو لبورقنادر جوج في بقعه. وقال لك ما كاين لا بقاعش مجهزين لا والو، غادي يشكري. لا من نهارك الاول ما كان بقاعه مجهزين راه بنادم يمشي. شكري شكري وعامين على برا، شكري عامين على برا عاد تستافدوا. شوف فوقاش جي الاستفاده، واش جي ولا ما تجيش؟ ما كاينش شي ضمانه، ما كايناش شي ضمانه باش بغاو يهزوا لنا مواسط حضاري ولحوا في الخلا وشوفوا واش يعطيو ولا ما يعطيوش. دبر راسك سير تشكري ولا موت انت ولا دير اللي بغى شي شغلك هذا.